بارك الله. بقولك شيخ، والدتي كانت ورثة مبلغ من المال، والدي أخذ هذا المبلغ والله إن شاء الله يعني يرده إليك. بعدين جت تطلب الفلوس، قال لها لا خلاص كده، إيه مالكيش حاجة، الحياة واحدة يعني وبتاع، والحياة مشاركة وكده مش حاجة. فالوالدي أثم على ذلك طبعا طبعا، أكل أموال الناس بالباطل.